عائلتنا ميدل كلاس من الطبقة الوسطى مريحة عايشة بطريقة مريحة جدا وجدي كان تاجر والحمد لله الله عطيه هو من مواليد جنوب لبنان من تبنين جدي مسعود بس نزح على حيفا بأوائل القرن العشرين واشترى أرض هناك وبنى البيت هذا اللي على شارع ابن الأثير في حيفا العتيقة يعني هلا الصورة أخذ البابا سيدي مسعود رفول ومرته ستي مريم رفول والوالد لياس رفول وهي ماما وقت زواجهم بالثلاثينات أبوي كان إلكترونيك إنجينير يحمل هالراديو ويأخذوا على جبل كرمل وبتطلع غناني أسمهان وأم كلثوم لحديث هلا بعدني بتذكرها يعني هلا جمعتهم كلهم لما نولدت في الناصري أنا كل أهلي ولدوا في حيفا الحياة بتجبرك إنه تنسي إذا في مشاكل تنسيها والمركز الوحيد اللي كنت أحب أزوره سكة الحديد جنب ساحة الحناطير في حيفا كنت أهرب أنا أخوي وأصحابي ونروح نحط مسامير على سكة الحديد حتى تصور مثل السكين لما يدعسها ترين تصور قوية مثل السكينة ونلعب فيها ونقص نعمل قصب مص ونعمل مزمار وهيك أشياء حياتي كانت مريحة جدا يعني ما بذكر أبدا أبدا المأساة حقيقة الإسرائيليين بيقولوا The old will die and the young will forget أنا مثل لم أموت وكنت طفلا ولم أنسى عندي ست أخوي الحمد لله بعد الموجودين عندي صورة بين 49 و 2006 قال لي شو بدك تعمل بحياتك قلت له بدي أعمل أرتست قال لي بلا الأرتست ولا مشاكله والد قال لي بدك تعمل مهندس قلت له ما بفهم بالهندسة قال لي بتتعلمها هاي 250 دولار وهذا الباسبور تحمل حالك وتروح على أمريكا ضليت وأشتغل لخمس سنوات طبعا وتخرجت امتياز كيف كنت بلبنان من الطفولة للهاي سكول أمريكا كنت من الهاي سكول لليونيفرسيتي وتخرجت فتحت مكتبي الخاص هون في لندن وكل مشاعري وكل أفكاري عن الهندسة منبعها هالمكتب ضليت 30 سنة أشتغل فيه وجمعت زبائن أصحاب صاروا من العيلة الكبرى 73 أنطوان رافول بلش يفكر بالصحراء عجيب ليه ما بعرف ما تسأليني يعني ليش والله كنت عم بدور على حالي أشوف الناس اللي هناك كيف عايشين والأركيتكتشر اللي بيطلعوا كيف عاملينه وبالصحراء طبعا لما عرفوا البدو هناك إنه أنا من فلسطين عززوني وكرموني ولا صرفت ولا فرنك مع إنه معيش كان مصاري كتير وشفت الصحراء طبعا كبلد مفتوح يعني شيء بيخوت العقل حقيقة لما بتروحي محل فيوش بنايات ما بتشوف إلا واحات هون وهون بغير لك المنطق تبعك والمفهوم تبعك اللي تعلمتيه إنه لما تهجرنا على طرابلس البابا راح بعد أسبوع أو أسبوعين من النكبة وأخذ الأغراض الثمينة تبعيت البيت
بس أهم من كل شيء الوثائق هايدي. أنا لحديث هلأ بعدنا عم بكتشفها. هذا مفتاح بيتنا في حيفا، عرفت كيف؟ المصدي، وإن شاء الله شي يوم هذا المفتاح راح يرجع ويفتح نفس الباب. طب إيش أكتر إشي بتحن إله بفلسطين؟ تحن هيك وجعك قلبك بس تتذكر إنه هالشعب الباهر السامي هيدا تحت الاحتلال، هذا اللي بزعلنا أكتر شي. وإذا حكيت هلأ يعني الحنين بطل يكون لأرض أو لبيت، لأمي صار هالتكي هذا لله. البيت بينبنى، الشارع بينبنى مرة تانية، بس تجربوا يسرقوا أمي وحضارة. فخور انه هيدي فلسطين اللي اسرائيل عم تنكرها. قبل 8 سنوات ب 2008 قررت انه ابني الموقع الالكتروني يلي اسمه www.1948.org.uk عن فلسطين، عن نكبة فلسطين. طبعا عم بلش افتش على صور بالانترنت عن الفاجعة طبعا، وعن كمان جمال فلسطين. ومن تفتيش على هالصور طبعا اجتني احلى الصور، وهي صور لفتة. طلع بلفتة هلا وبتشوفها مدمرة، في كم 50 بيت يمكن هلا، والبيوت اللي قبلها شو صار فيها؟ طيب وين البيوت هاي؟ وين راحت؟ كيف بدنا نعرف وين البيوت كانت وكم بيت؟ لحتى رمم لفتة وأعيدها كما كانت قبل 48 اضطريت أعمل دراسة على الكمبيوتر. رحت أنا عملت ريسيرش ولقيت ثلاث صور جوية عن لفتة كما كانت قبل 48. بعدين لحتى رممها شو عملت أنا؟ أخذت بيت أو بيتين أو ثلاثة من الموجودين كنموذج عن البيوت، لأنه الحلو بلفتة أنه كلهم مندمجين مع بعض البيوت. أخذت طبعاً نموذج عن الشبابيك والمداخل، وعملت هالخطوط هذه لحتى أشوف المكعب تبع البيوت كيف منسق مع بعضه. حطيتهم كلهم بسيستيم على الكمبيوتر وبنيت لفتة.